Okay, هيل. Nada Tamimi, welcome to Localized. احنا مبسوطين جدا لوجودك معانا النهارده. Finance من التوبكس اللي بتثير اهتمام كتير جدا من طلبه. هي توبك واسعه جدا. فاحنا we are lucky النهارده ان احنا انتي معانا ان احنا نقدر نسالك شويه اسئله عن الاندستري, عن الادوكيشن بتاع الاندستري, عن كارير باث للاندستري. وانا شايف ان انتي مجهزه لنا برزنتيشن. احب ان انتي تدي كويك انتروداكشن عن نفسك and then نخش على البرزنتيشن. وهيبقى في اسئله زي ما كنت قلت قبل كده يا جماعه, لو حد عايز يسال اسئله الكيو اند اي سكشن في البلاتفورم موجوده, فبليز فيل فري ان انتوا تسالوا اسئله بتاعتكم هناك. ندى اتفضلي. مساء الخير يا جماعه, انا عارفه الوقت دلوقتي في ميدل ايست اراوند الساعه 3 او 4 العصر, انا الوقت عندي الساعه 7 الصبح لسه. فمساء الخير ليكم, صباح الخير ليا. انا عايزه اعرف برضو الناس اللي حاضره السيشن اكتر, ممكن تكتبوا لنا في الشات او في الكي ان اي سكشن, انتوا لسه في الجامعه, متخرجين, بتشتغلوا في الفاينانس بره الفيلد, عشان ابقى بس عارفه الاودينس, ونحاول احاول بقدر الامكان ان السيشن تبقى رايحه في السكه المفيده ليكم. مين وايل على ما تردوا ممكن نبتدي اتكلم عن نفسي وعن السيشن النهارده. هبتدي هقول باك جراوند عن نفسي, الانترنشيبس اللي عملتها, البروفيشنال اكسبيرينسز اللي عندي, ولو حد عنده اي اسئله على الحاجات دي او حاجه انترستينج حابين تعرفوها اكتر ابعتوا لي في الشات واحنا بنتكلم. بعد كده هنتكلم عن ايه, قد ايه فيلد الفاينانس واسع وايه الحاجات اللي ممكن تتعمل فيه, او نبذه عن الحاجات اللي ممكن تتعمل فيه لاني ما اقدرش اقول كل الحاجات اللي ممكن تتعمل فيه. بعد كده هنركز اكتر على حاجات من يعني الحاجات المشهوره قوي والاكتر حاجه الناس الفريش تقدر تدخلها, الكوميرشال بانكينج, الانفستمنت بانكينج, والكوربريت فاينانس. ولو بقى معانا وقت في الاخر اي اسئله ما جاوبناش عليها واحنا شغالين ممكن نسالها في الاخر. خليني ابتدي. الباك جراوند بتاعتي, انا يعني الباتشلر بتاعتي كانت بزنس ادمنستريشن وكونسنتريشن فاينانس. انا عرفت بدري قوي في الباتشلر بتاعتي ان انا عايزه اعمل فاينانس مع اول كورس فاينانس اخدته, كان الكورس دكتور مدحت حسنين اكس مينستر اوف فاينانس في مصر كان هو اللي بيدرسه. وبعد اول ميدترم كان فيه فاينانشال اناليسيس كتير, وانا كان الموضوع ده بالنسبه لي مسلي جدا. ايه ده, ارقام برسم منها بيكتشر عن الشركه, حاجه انا ما شفتهاش ولا اشتغلتها ولا حاجه, بس انا ابقى عارفه دي شركه فاينانشلي هيلثي ولا لا, عندهم فلوس ولا لا. كانت حاجه انترستينج قوي, واي بورد ماي هارت في الامتحان ده. فدكتور مدحت حتى كتب لي على الامتحان من بره يو شود ميجر ان فاينانس, فا اي توك هيز وورد فور ات واي ميجرد ان فاينانس. ده كان انهي فاينانس يا نبت؟ ده كان وات كورس؟ ده كان اسمه ايه الكورس ده؟ كورس انتدكشن تو فاينانس. انتدكشن, ده من بدري خالص. اول كورس فاينانس في اول سنه ليا في الجامعه. واو اوكي. It was very interesting. انا قبلها ما كنتش عارفه فاينانس ده عباره عن ايه اساسا, ولا ده يعني ايه. انا كنت ثانويه عامه عادي, فما عندناش مواد اكاونتنج وفاينانس في المدرسه, فدي كلها كانت حاجات انا مش فاهمها خالص يعني. وقت الجامعة كان وقت مفيد جدا في ان انا اعمل internships كتير, ودي نصيحة جات لي من الكارير سنتر وبنصح بيها اي حد لو لسه undergrad صغير, انه يعني لسه عنده وقت على ما يتخرج, انه بجد استخدموا الصيف بتاعكم كويس. يعني حلو ان احنا نروح نصيف وكل حاجة, بس الصيف وقت كويس قوي ان الواحد يعرف وعايز يعمل ايه في الكارير بتاعه لما يتخرج. في ترم كده بيستخدموه اسمه ويندو شوبينج, فانا استخدمت الصيف بتاعي ان انا ويندو شوب ديفرنت اسبيكتس اوف فاينانس. عملت انترنشيب في الكوربريت, عملت انترنشيب في سمول كوربريت, وعملت انترنشيب في مالتي ناشونال كوربريت, وعملت انترنشيب في السنترال بانك اوف ايجيبت. ساعتها ما كنتش, كان صعب ان انا الاقي انترنشيب في كوميرشال بانكينج, بس الانترنشيب في السنترال بانك كانت بتدي اوفر فيو عن باقي البنوك بتعمل ايه والشغل ده عباره عن ايه, بس الانترنشيب واز مور اوف بوليسي ميكنج.
و it was very interesting. حاجة كمان للناس اللي عايزة تعمل internships, الفاينانس الفيلد يعني صعب وresponsibilities فيه كتيرة, فعادة الانترنز ممكن فعلا ما الشغل ما يسيبهمش يعملوا حاجة قوي. ف أو يعني كان في ترم مشهور في الجامعة إنه أنا انترن مثلا كنت بصور ورق في الصيف أنا, ولا كنت بعمل كده عشان أحط شهادة على الرزمة. حاولوا يا جماعة لو أنتوا في internship be proactive, إنه روحوا وقولوا لهم أنا عايز شغل, أنا عايز شغل, أنا عايز شغل, أو أنا ممكن أعمل حاجة شبه اللي بتعملوها. طب ممكن أجيب اللابتوب بتاعي للشغل حاول أشتغل عليه ولا لأ, لو هما مش بيدوكوا your own laptop. يعني try to be proactive and make the best out of your internship. It's not about الشهادة خالص. أنا عمري ما حد مسألني على شهادة الانترنشيبس, بس بيسألوني اشتغلتي على project إيه, مين الناس اللي عرفتيهم في الانترنشيبس. الناس اللي عرفتهم ممكن هما يرشحوني لشغل تاني بعد كده, فده وقت مهم الواحد لازم يستثمره يعني. تمام. بعد ما تخرجت من الجامعة ممكن أوقفك أسألك أنا شوية أسئلة في الحتة دي, عشان عارف إن ده جزء مهم جدا. وأنا زيك على فكرة, أنا من الناس اللي وأنا في الجامعة كنت بعمل internships كتيرة, وأكشلي أول شغلانة اشتغلتها كانت في شركة عملت فيها internship وتعرفت على المانجمنت تيم هناك وقابلتهم قبل ما اتخرج. وأنا كنت بتخرج عارف إن أنا يعني already عندي شغلانة, فدي طبعا حاجة I think ده حلم اللي أي حد بيتخرج يبقى already عارف هيشتغل فين. دي حاجة يعني جامدة جدا. خليني أسألك, أنت كان عندك experience كتير في الانترنشيبس, إزاي نمر واحد بتلاقي الانترنشيبس؟ يعني إزاي أروح فين أدور على انترنشيبس؟ وانت كنت قلتي ان في الوقت دوت الكوربريت بانكينج كان صعب ان انت تلاقي فيه انترنشيبس, ازاي تواصلتي لمعلومه زي كده, وايه الفكر بتاعك اللي خليتك تقولي طب يعني عايزك تكلمينا شويه اكتر ليه انت قررتي تعملي الرينج اوف انترنشيبس دول؟ وطبعا زي ما قلت الاول ازاي اعمل ايه عشان الاقي انترنشيب, انا كطالب في تاني تالت سنه جامعه عامل مش عارف اروح فين, وات كان اي دو. تمام. الانترنشيبس من الحاجات اللي التقديم عليها انا اقدر اقول انه اصعب من التدوير على شغل. يعني الانترنشيبس لانه لو الشركة فيها 50 واحد بيشتغلوا هي عندها 2 انترنز بس, فالانترنشيبس من الحاجات اللي بتحتاج مجهود كبير بس فعلا هو worth it. كنت بابروتش موضوع الانترنشيبس ازاي, بيبقى فيه كارير فيرز في الجامعة, دي اول step. تاني حاجة فعلا الواحد يريتش اوت للناس على لينكد ان, دي اهم حاجه يعني, لانه ودي حاجه انا اتعلمتها متاخر يعني, اتعلمتها وانا بدور على شغل بعد كده. يا ريتني كنت اتعلمتها في وانا لسه بدور على انترنشيبس, بس كنت لو بروح ارمي الرزمي يعني اروح اسيب الرزمي عند كل الناس, فدي مش حاجه ظريفه. لوكالايزد مثلا عنده سيشنز كتير, دي كانت حاجة مش موجودة على أيامي أو حاجة أنا كنت أعرفها. سيشنز كتير, بروفيشنالز كتير على البلاتفورم تقدر تريتش أوت ليهم, تحضر الحاجات دي, تقدم ثرو لوكالايزد على الحاجات, كل دي حاجات مفيدة. التقديم الكتير مهم جدا جدا, ولو تقدر تفولو أب مع الناس على لينكد إن أو على لوكالايزد لو هم موجودين أس بروفيشنالز دير, دي حاجة مفيدة جدا. Did I answer your question? Yes, absolutely. تمام. بعد مرحلة الجامعة أنا اشتغلت في باركليز. أنا اشتغلت هناك لغاية ما بقى باركليز في مصر التجاري وفى. It was sold للتجاري وفى and it exited Africa كلها يعني الوقت ده. اشتغلت هناك في الكوربريت فاينانس في السمول اند ميديوم انتربرايزز, دي اللي هي قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة. بعد كده بعد ما اشتغلت في باركليز سافرت عشان اعمل الماسترز بتاعي in science of finance, والماسترز بطبيعته very quantitative, والفاينانس فيه حاجات في الفيلد بتاعت الفاينانس بتحتاج ان الواحد يبقى في الارقام كويس وquantitative قوي. وعملت في حتة الإديكيشن, عملت برضو ذاكرت الامتحان CFA level 1. لو حد عنده أي أسئلة يا جماعة وأنا بتكلم you can send في الشات أو في Q&A section. أنا عارفة CFA حاجة من الحاجات اللي interesting الناس كتيرة ممكن يبقوا عندهم أسئلة عليها, فممكن تبعتولي عنها. هي حاجة من السيرتيفيكتس الفيري ويل ريجاردد في الفاينانس جلوبالي, يعني مش مهم أنت بتمتحنها
مع السي اف اي وهي فيري ويل ريكوجنايزد في العالم كله. بعد كده عملت انترنشيب وانا في الماسترز انفستمنت بانكينج, ودلوقتي انا بشتغل في ستارت اب اسمها كونفوي موجوده في سياتل. الستارت اب از فيري انترستينج برضو, هم بيعملوا زي اوبر بس العربيات النقل الثقيل والشحن. اتس ذا فاستست جروينج ستارت اب موجوده دلوقتي في سياتل. اتس فيري انترستينج, اتس فيري كول. الشغل الفاينانسي معاهم لذيذ جدا لانه في تفكير كتير, في اناليسيس كتير, حاجات مش فيري كومن. سمعت يا ندى عن شركة اسمها تريلا؟ انا بحبهم جدا, انا بحبهم very closely. ما شبه كونفوي قوي بس في الميديكيست, and they are very interesting. حد بيسأل على الـ certain book to prepare للـ CFA materials. في الكتاب بتاع الـ CFA نفسه انا لقيته طويل قوي, كنت بس ببص فيه على السامري وعلى الاسئلة, يعني لازم احل الاسئلة اللي بعد كل section فيه. في الكتب التانية, في كتب شوازر دي أكتر كتب مشهورة في مصر, وأنا personally كنت بذاكر من فيديوهات حد اسمه عارف, عرفان الله, موجودة على الإنترنت. الاختصار بتاع الويب سايت بتاعه أظن IFT. الفيديوهات دي is very to the point, very good, بتنجز جدا في المذاكرة. فدي برضو حاجة من الحاجات, وأظن level 1 الماتيريال بتاعت عارف عرفان الله كلها ببلاش, يعني they ask you to pay the levels اللي بعد كده. أوكي, حد بيسأل على الـ CFA ليه مهمة وهي عبارة عن إيه؟ الـ CFA مهمة لكذا سبب. مثلا في أمريكا الـ CFA مهمة للناس اللي بتعمل حاجات asset management أو wealth management اكتر, يعني مثلا في الانفستمنت بانكينج ناس قليله قوي عندهم سي اف اي, ودي مش حاجه مهمه, او في كوربريت فاينانس. بس في مصر او في الميدل ايست انا شفت ان السي اف اي كانت مهمه في اي فيلد ليه علاقه بالفاينانس. ليه هي مهمه؟ هي محتاجه ديسيبلين شديد قوي عشان الواحد يذاكرها. انت بتذاكر لوحدك, عندك معاد امتحان واحد في السنه دلوقتي عشان الكورونا, المواعيد بتبقى مختلفه شويه, بس هو في معاد امتحان واحد, وانت بتقعد تذاكر لوحدك ماتيريال كبيره قوي وتروح تمتحنها في يوم واحد, حاجه شبه ثانويه عامه كده. فعلشان كده هي سبق. انا شايفه احمد بعت اللينك بتاع عارف عرفان الله, هو فعلا ريسورس مهم قوي. نرجع تاني للي كنت بقوله, في السي اف اي مهمه عشان كده هي بتدي انفورميشن مهمه قوي عن حاجات كتيره في الفاينانس وفورمولاز مهمه ان الواحد, اي نعم هي الواحد لازم يبقى حافظ الفورمولاز, ودي فورمولاز فعلا الواحد مهم يبقى حافظها يعني. وهي فيري ويل ريجاردد وفيري بريستيجيوس, هي 3 ليفلز تقريبا الواحد اقصر حد ممكن ياخدها في سنتين ونص. عاده الناس تاخدها في 5 سنين, يعني الانسان بيدخل الامتحان وممكن ما يعديش منه. And you can repeat it, يعني مش حاجة unheard of, don't let this discourage you يعني. خلينا ندى ممكن interrupt وقول please proceed في الـ presentation. وأنا ممكن في النص هبتدي أدخل على الـ, يعني I think حتى الـ CFA مهمة جدا فعلا. وأنا عايز أتكلم على حتة ديت عشان أنت unique أن أنت عملتي undergraduate في finance, عملتي a master's degree in finance, but then you went on to do the CFA بتاعك, so you're like really finance and finance through and through. فأنا هفتح التوبيك ديت later on في الـ presentation, عشان فعلا أنا شايف إن دي مهمة, وكتير من الـ attendees عندنا بيبقوا عايزين يعرفوا أنا محتاج أوصل لحد إيه. يعني في ناس ممكن تكتفي بأندرغراجوات, في ناس ممكن تكتفي بماسترز ليفل ديجري, وانت you decided to continue even further. فعايزين نعرف الأسباب وكده, بس خلينا نبروسيد بس في البرزنتيشن وبعدين هنبتدي نتكلم على حتة جزئية الـ CFA ديت. اوكي, نديب دايف بقى في الـ finance. ايه الكاريرز ان فاينانس؟ الفاينانس واسع جدا, يعني مفيش حد اسمه انا بشتغل فاينانس. دايما هتتسأل من اي اكسبرت, ايوه يعني عايز فاينانس في ايه؟
يعني انا بدور على شغل فاينانس، مفيش حاجه اسمها كده انا عايز فاينانس في ايه. ممكن انت تبقى فلكسبل لكذا حاجه، وده حاجه كويسه لحد لسه بيتخرج. انا فلكسبل، اجرب هنا اجرب هنا اجرب هنا. بس حاول لما حد يسالك السؤال بتاع انا عايز كارير في الفاينانس، لما تقول لحد انا عايز كارير في فاينانس، تبقى عارف تقول له في كذا او كذا او كذا، بحيث الانسان ما يحسش ان انت مش عارف ايه ده اساسا. الليست دي مش لسته اكزوستيف، يعني مش كل الحاجات موجوده فيها. دي اكزامبلز على اشهر الحاجات اللي الناس بتشتغل فيها في الفاينانس. في الكوربريتس، اي شركه مهما كانت صغيره او كبيره، بي ان جي، ستارت اب، مدرسه، جامعه، كلهم بيحتاجوا فاينانشال اناليست. وفي تيمز جوه الكوربريتس، في الفاينانشال بلاننج اند اناليسيس، في كوربريت ديفلوبمنت، وهتكلم اكتر عنهم بعدين، ف go over them quickly دلوقتي. وفي الاكاونتنج تيمز، الاكاونتنج مش هو الفاينانس، بس في اوفرلاب كبير قوي ما بينهم. ويوجوالي اي حد شاطر في الاثنين يعني هيبقى قادر يشتغل across different departments في الكوربريتس. في الكوميرشال بانكس، اللي هي البنوك اللي احنا بنروح نحط فيها فلوسنا، باركليز، تجاري وفا بنك دلوقتي في مصر، بنك مصري، بنك الاهلي. في investment banks، اشهر حاجات مثلا موجوده في مصر اي اف جي، سي اي كابيتال، وهنتكلم برضو عنهم. هي مش بنوك الناس بتروح تحط فيها فلوس. في برايفت اكويتيز، في فينتشر كابيتالز، ممكن حد يشتغل في كونسلتنسي. كونسلتنسي من الحاجات اللي الانسان ممكن يدخلها من اي ميجر، as long as انه بيعرف يبص على البيزنس كمشكله محتاجه حل، ويعرف يتعامل مع الارقام اللي فيها. بس فاينانس عشان هو في جزء كبير قوي ارقام وتعامل مع الفلوس، بيبقى عندهم ادج في الكونسلتنسي. في البيج اكاونتنج فيرمز، بي دبليو سي، ارنست اند يونج، ديلويت، الحاجات دي كلها بيحتاجوا ناس في الفاينانس، وعندهم تيمز كوربريت فالويشن، بمعنى ان هم بيتمنوا الشركات، عندهم تيمز كونسلتنسي. في برضو الفاينانشال سيرفيسز عموما بقى، فاينانشال ادفايزر، كاستمر سيرفيس، اسيت مانجمنت، بورتفوليو مانجمنت، كل الحاجات دي موجوده. في ناس بتعمل تريدنج، يعني بيتريدوا ستوكس وكوموديتيز. وانا عارفه ان الناس في مخها شغلانه التريدر دي انا بضارب بقى في البورصه وكده، هو في الحقيقه هي شغلانه فيري انترستينج وفيري ستريسفل، بس بيبقى فيه استراتيجي معينة الشركة ماشية عليها. الموضوع مش بيبقى ان انا بنزل اشتري اللي على مزاجي وبيعه في الوقت اللي انا عايزه، بيبقى فيه يعني في سيستمز كتيرة in place and it's a very interesting field. في الفينتكس، ودي حاجة طيب معلش انا هقطعك، انتصار عايزة تتكلم، فانا بس انتصار معلش ادينا فرصة ندى تكمل شوية سلايدز في البرزنتيشن، وبعدين هديكي فرصة ان انت تتكلم. شكرا، معلش انا قطعتك. لا ابدا. في الفينتكس دلوقتي في ستارت ابس كتيره موجوده بتاعه فينتك. فينتك يعني حاجه بتجوين الفاينانس بالتكنولوجي، انهم يعملوا برودكت ليه علاقه بالاثنين. زي مثلا حد يعمل اونلاين ليندنج بلاتفورم، وانا ادخل اقدم اونلاين وحد يسلفني فلوس، دي مثلا فينتك. وده فيلد دلوقتي بيكبر قوي وفيري انترستينج. يعني حاجة من الحاجات، كان أنا فاكرة أن كان في حد على الويب سايت بيسأل الـ AI بيشيل شغل الفاينانس ولا لأ. فهو طبعا أكيد شغل الفاينانس والأكاونتينج العدد اللي محتاجينه بيقل، وبنحتاج سكيلز أعلى علشان تبقى هيومين سكيلز. بس الفينتكس والستارتابس من الحاجات اللي بتبين أنه ممكن يكون في شغل بيخلص في حتة، بس هو بيبتدي في حتة تانية بطريقة مختلفة بنفس السكيلز. وفي طبعا كاريرز في الديفلوبمنتال اورجانيزيشنز زي الاي ام اف والاي اف سي والورلد بنك، بس الحاجات دي عاده بتبقى محتاجه ورك اكسبيرينس وماسترز ديجري. انا بيرسونلي حضرت على لوكالايزد سيشن الاي اف سي، فيري بينيفيشال. وساعتها اتعلمت ان هم دايما محتاجين يبقى في ماسترز، ودايما يبقى محتاجين يبقى في ورك اكسبيرينس قبل ما الواحد يشتغل عندهم. من المؤسسات الاي اف سي، من المؤسسات اللي بيهتموا جدا بمستوى التعليم، وصلت لانهي درجه في التعليم، وعندك كام سنه خبره قبل ما تقدم عندهم. فعلا تمام. نتكلم على الكوميرشال بانكينج.
الكوميرشال بانكينج زي ما قلت لك هو ده البنك اللي احنا عارفينه، البنك العادي الناس بتروح تحط فيه فلوس. البنك بيبقى مقسوم حاجتين، بيرسونال وكوربريت، او ريتيل بانكينج وكوربريت بانكينج. الريتيل ده لما بندخل احنا الفرع، انا انسان داخل احط فلوس، اعمل شيكات، احول حاجه، احول فلوس. في بنوك بيبقى عندها انفستمنت بورتفوليوز، او بعمل وديعه لافراد، وده الريتيل. وده فيه كارير كويس قوي، في ناس تشتغل تيلرز، كاستمر سيرفيس، وبيبقى من الحاجات اللي الناس لما بتشتغل فيها شويه ممكن تنقل بعد كده كوربريت بانكينج، يعني السكيلز ترانسفيربل شويه. في بقى فيلد الكوربريت، وده برضو جوه البنك بيبقى متقسم تاني. في بنوك بتبقى متقسمه بالسايز، يعني لارج كوربريتس مثلا او مالتي ناشونالز، وفي السمول اند ميديوم انتربرايزز بيبقى عاده اسمها بزنس بانكينج في البنوك. برضو دي حاجات بتفرق من بنك للتاني. وفي الكوربريت حاجات بتبقى يعني غير السايز. في بنوك بتبقى متقسمه بالاندستري، والله انا ماسك الفود اند بفرج اندستري، انا ماسك الكونستراكشن اندستري. لكن المكان اللي انا كنت شغاله فيه كنت بشتغل سمول اند ميديوم انتربرايزز على كل الاندستريز. دي حاجه مسليه جدا، ان الواحد لازم يعني انا كان لازم اتعلم كل حاجه عن كل اندستري بتعامل معاه. يعني سي مثلا كان عندي عميل بتاع بطاطس، بيبيع بطاطس لشركه شيبسي، ازاي بقى بيشتري البطاطس والتلاجات بتاعه البطاطس وبينقل البطاطس، لازم ابقى انا فاهمه البيزنس ده كله. عندي عميل تاني بيعمل ابحاث جينيه على تقاوي الذره علشان يزود نسبه الانتاج بتاعتها، وده حاجة بيزنس موديل مختلف تماما. في مثلا بيقعدوا سنين كتيرة قوي يدفعوا فلوس قبل ما البحث يطلع نتيجة تجيب لهم فلوس، ولازم الواحد يبقى فاهم البيزنس ده وبيبيعوه ازاي وبيحافظوا على البراند بتاعتهم ازاي، ورحت المعمل بتاعهم اتفرج عليه وافهم البيزنس ماشي ازاي. لازم الواحد يبقى فاهم كل حاجة عن البيزنس اللي بيعمله. الكونستراكشن من الفيلز المهمة جدا، وبتحتاج برودكتس مختلفة أو من البنوك، مش جاست كارد عادي، في حاجات اسمها خطابات ضمان وأنواع مختلفة من خطابات الضمان بيحتاجوها. الواحد طول ما هو شغال في البانكينج لازم يبقى عنده ريسيرش سكيلز مهمة جدا. هتكلم برضو عن السكيلز اللي احنا محتاجينها في البانكينج، بس خليني الأول أدخل على الريليشن شيب مانجمنت فيرسس كريديت ريسك. دخلنا دلوقتي في الكوربريت، فحتى في الكوربريت شكل البنك بيبقى التيمز متقسمة ازاي بيبقى مختلف. في ريليشن شيب مانجرز، دول اللي بيتعاملوا البيزنس سايد، اللي بيجيبوا الكلاينت، اللي بيتعاملوا مع الكلاينت، اللي بيحققوا الريكوستس بتاعته. انا اشتغلت في التيم ده في الاول وبعدين رحت الكريدت ريسك، فاقدر اتكلم عن الاثنين. تيم الكريدت ريسك اكتر بيعمل اناليسس، بمعنى ان هو بياخد بقى كل الانفورميشن الريليشن شيب مانجر جابها، وبيروح للعميل يشوفه ويساله كل الاسئله، ويبص على الفاينانشال، يعمل بقى موديلنج للفاينانشال ستيتمنتس دي. يعني ايه موديلنج؟ يعني بيحطها على اكسل، على موديل معين في اكسل بيحسب له الفاينانشال ريشوز، الليكويديتي والليفرج، اظن بالعربي اسمهم الرافعه الماليه ونسبه السيوله. بيبصوا على الحاجات دي ويشوفوا والله ده عميل نقدر نديله فلوس ولا لا. طب لو هنديله فلوس، هنديله فلوس كام؟ طب هنديها له وقت قد ايه؟ طب هنديها له شكل برودكت عامل ازاي؟ في بنوك التيمز دي حاجه واحده، يعني الريليشن شيب مانجر هو اللي بيعمل الكريديت اناليسز، بس في الاخر بيبريزنت ده لحاجه اسمها كريديت كوميتي، بيبقى الدايركتورز مثلا في البنك ويقولوا هنمنح العميل ده فلوس ولا لا. ايه السكيلز المهمه عشان الواحد يشتغل شغلانه زي دي؟ اهم حاجه كوميونيكيشن، سواء ريليشن شيب او كريدت. في الريليشن شيب انت بتتعامل مع العميل، بتجيب العميل، بتساله اسئله عن البيزنس بتاعه، وكل واحد بيبقى شايف ان الشركه بتاعته او البيزنس بتاعه ده هو حياته، فما ينفعش تروح تساله سؤال ايه يا جماعه انتوا ما عندكوش فلوس كتيره ليه؟ يعني ما فيش حاجه اسمها كده. لازم الواحد يبقى فيري سنسيتيف وهو بيسال الناس عن يعني بيسالهم عن دخلهم، بيسالهم عن شغلهم اللي بيشتغلوه كل يوم. وحتى في الكريدت ريسك برضو الواحد بيكتب كريدت ميمو، فلازم يبقى فيه رايتنج سكيلز كويسة قوي والأفكار تبقى منظمة. السكيلز التانية المهمة غير الكوميونيكيشن، محتاجين دقة شديدة جدا وانتجريتي، بمعنى انه ما ينفعش عشان عميل صاحبي فديله فلوس اكتر، يعني ما فيش حاجة في الدنيا اسمها كده.
كمان على السكيلز المهمه. نوليدج بالاكاونتنج دي حاجه مهمه، مش نوليدج ديب قوي، بس ان الواحد يبقى فاهم اتليست ايه الديبت ايه الكريدت ايه الفاينانشال ستيتمنتس ايه الفاينانشال ريشوز اللي مهمه ان انا اسلف حد. لكن انا كان عندي زميلتي في البنك خريجه بوليتيكال ساينس واشتغلت وتعلمت اون ذا جوب، بس هي كانت اوبن انها تتعلم وتتعلم كتير وتسال وكانت بتشتغل زياده، ويعني وشي از ان اميزنج بانكر وكان عندها بورتفوليو وفي كلاينتس كتير ودي ندى ما اتخرجتش بفاينانشال ديجري خالص يعني عمرها ما استخدمت اكسل قبل الشغل. والله هاو انترستينج، عمرها ما استخدمت اكسل قبل الشغل. يعني الواحد دايما بيبقى فاكر ان الفاينانس من الحاجات ان الواحد لازم يبقى دارسها عشان تعرف تخش زي الدكتور زي الدكاتره كده. لا بالعكس هي حاجه الفاينانس حاجه انتويتيف قوي، بمعنى انه هي حاجه منطقيه بتميك سنس. والله انت بس محتاج تعرف كام ترمينولوجي والترمينولوجي ده بيعبر عن ايه. في ناس مثلا لو حد مثلا في ريتيل وعايز يروح كوربريت بيروح ياخد في المعهد المصرفي حاجه اسمها كريدت سيرتيفيكت مثلا، ودي حاجه البنوك في مصر بتحترمها. انا وانا متخرجه من فاينانس كان لازم اخد نفس الكريدت سيرتيفيكت عشان اشتغل في الكريدت. والله يعني البنك بتاعي كان بيريكواير ان انا اخدها مع اني اخدتها في الجامعه، بس هي حاجه يعني طول الوقت ما الواحد شغال بيحتاج يتعلم. الدايركتور بتاعي في باركليز انسان انا بحترمه جدا، كان عنده سي اف اي. مديري في باركليز كان بيذاكر للسي اف اي. اجان مفيش حاجه في الشغل انت محتاج تبقى متعلم عشان السي اف اي، بس الواحد طول ما هو شغال تمام. انت بتشتغل 9 to 5 بس بتعمل ايه بعد كده بيفرق قوي، فدايما الواحد بيقعد يذاكر دايما. تمام. ايه يوم البنكر اللي انا يوم البنكر عامل ازاي؟ زي ما كلمتكم انه بجيب فاينانشال ببص عليها، عميل عايز مثلا خطاب ضمان او لاتر اوف كريدت فبقدم له عليه، بميك شور ان التيرن اراوند بتاع الوقت حاجه زي كده كويس. الفاينانشال اناليسز الكتابه ببص على الماركت على الاندستري نفسها، يعني مش بس الشركه دي كويسه ولا لا، يعني لو هو في الشركه دي ماشيه كويس وفي اندستري مثلا بتكبر قوي فبقى انا عارفه ان محتاجه اجيب فلوس اكتر عشان يعرف يمشي مع البيزنس بتاعه. ايه الاكزيت اوبورتيونيتيز؟ الاكزيت اوبورتيونيتيز دي ترم مشهور انه مش انا اشتغلت الشغلانه دي لما احب امشي منها ايه الحاجات اللي مفتوحه لي اروحها. انا شفت دي رير كيسز مش كتيره، ناس بتروح انفستمنت بانكينج وعاده بيبقى بعد اول سنتين او ثلاثه من كارير في الكوميرشال بانكينج، يعني لما بيكبروا قوي بيبقى صعب ان الواحد ينقل انفستمنت. لكن لما الناس بتكبر في ناس كتيره بتروح كوربريتس، دول كوربريت شركات يعني في الفاينانس تيم بتاع شركه بيبسي شركه بي ان جي وات ايفر اي كده، وبيقدروا يشتغلوا في تيم سواء الفاينانشال بلاننج او في التريجري ده هو التيمز اللي بتمانج السيوله بتاعه الشركه دي وعلاقتها مع البنوك وقروضها مع البنوك. دي برضو. وطبعا يعني السوق طول الوقت فيه بنوك كتيره قوي فبيقدروا يتنقلوا بين البنوك بسهولة، ودي حاجة مشهورة يعني. والبنكينج من الفيلدز الفيري ستيبل، يعني مثلا مديريني من ساعة ما اشتغلوا كانوا بقالهم 20 سنة شغالين في البنكينج والإكسبيريز إز فيري أبريشيتد في البنكينج، فهو فيلد ستيبل والناس تقدر تشتغل فيه كتير. وأنا بصراحة دي كانت شغلانة سعيدة جدا بالنسبة لي، يعني أنا كنت داي إن داي أوت ببقى مبسوطة إني رايحة الشغل في الوقت ده. I think دي حاجة مهمة في الكوميرشال بانكينج بدل الانفستمنت بانكينج. الكوميرشال بانك يعني الفترة اللي فاتت الانهيار اللي حصل عالميا هتلاقي الكوميرشال بانكس بنسبة كبيرة تمام. يعني الاند اوف يير ريزلتس بتاعتهم ما تأثروش قوي. هتبص على الانفستمنت بانكس هتلاقيهم مبهدلين خالص فعلا. هو الايكونومي بتفضلي فعلا. انا اسفه اني قطعتك، انا بس الكوميرشال بانكس حتى لو الفاينانشال ستيتمنت بتاعت البنك في السنه دي مش احسن حاجه، البنوك عاده سبيشالي في الميدل ايست مش من اسهل الحاجات اللي بتمشي الناس يعني. يعني هي كارير فيري ستيبل الناس تقدر تشتغل فيه مدة طويله. اي نعم ممكن في اوقات يبقى ستريسفل، بس في اوقات تانية هو مانجبل جدا وبيدي ورك لايف بالانس كويسه جدا يعني. طيب نتكلم عن الانفستمنت بانكينج. ايه هو الانفستمنت بانكينج؟ عشان دي حاجه
ناس كتيره بتبقى مثلا بتقول انا عايز اشتغل انفستمنت بانكينج وهي مش عارفه ايه ده اساسا. هو مش مكان الواحد بيحط فيه فلوس. الانفستمنت بانك ده سي مثلا انا شركه عايزه انزل البورصه، هطرح اسهم في البورصه، مين بيعمل ده؟ الانفستمنت بانك. او انا كشركه بروح للانفستمنت بانك الاول اقول له انا عايز اعمل كذا وهو بينفذ بالنيابه عني. بالظبط، هو بقى اللي بيتمن السهم هيبقى بكام، وهو اللي بيجيب المستثمرين الاساسيين اللي هيشتروا قبل الطرح اللي في البورصه. الطرح اللي في البورصه ده اسمه IPO Initial Public Offering، فهو اللي بيجيب الانفسترز اللي هيشتروا في البري IPO، وهو اللي بيبقى مسؤول عن الطرح الاول او IPO اللي بينزل في البورصه وبيبيع الاسهم في الاول. بيعملوا حاجات اسمها زي رود شو، انه هنشوف كم حد مهتم يشتري السهم، فده بيساعد في تتمين السهم. او دي الاي بي او دي للبنوك الكبيره قوي. من الحاجات الفيري بقى كومن اللي يعني في الانفستمنت بانكينج اللي اكتر يشتغل عليها حاجه اسمها ميرجز اند اكويزيشنز او ام ان اي. دي بمعنى ايه؟ انا شركه صغيره عايزه ابيع نفسي خلاص، او اندمج مع شركه اكبر مني، بروح للانفستمنت بانك اقول له بعني او ادمجني مع شركه اكبر مني، وهو بيبقى مسؤول انه يجيب المشتريين، وهو مسؤول انه يتمن الشركه، ومسؤول يعمل العقود، ومسؤول يعمل حاجه اسمها NDA او النون ديسكلوجر اجريمنتس. وعشان كده، عشان في الموضوع فيه عقود كتير، الانفستمنت بانك بيشتغل كتير قوي مع محامين او لويرز. فالانفستمنت بانك اكتر لو بصينا له بصوره مبسطه جدا هو سمسار لشركه بتشتري شركه، او شركه بتبيع شركه، او مستثمر بيستثمر في شركه، او شركه عايزه تلاقي مستثمر. لكن هو مش بنك عنده فلوس بتاعته. بيكسب فلوس ازاي؟ الانفستمنت بانك بياخد نسبه على كل ديل بيخلص. الانفستمنت بانكينج طبعا من الحاجات الهاي بيينج جدا، يعني الناس اللي بتشتغل في انفستمنت بانكينج بتاخد فلوس كويسه جدا، وجزء كبير من الفلوس بيبقى معتمد على بونص على الديلز اللي خلصت. فلو في سنه وحشه الانكم ما بيبقاش كويس، يعني الانكم از فيري ديبندبل على الشغل كان عامل ازاي في السنه دي. ايه الكارير بروجريشن بتاع الانفستمنت بانك؟ الواحد بيدخل عاده، الواحد يعني في امريكا مثلا عاده الناس تدخل بعد الجامعه على طول، واتس فيري هارد انك تدخل انفستمنت بانكينج لو انت ما دخلتوش بعد الجامعه. في مصر انا شفت ناس بتنقل بعد سنتين وثلاث سنين في كوميرشال بانكينج لانفستمنت بانكينج، بتبقى اناليست، وبعد كده بتبقى اسوشيت، وبعد كده بتبقى في بي، وبعد كده بتبقى ام دي. وعلى عكس الكوميرشال بانكينج، الام دي في الانفستمنت بانك اللي هو صاحب البنك هو اللي مسؤول عن جزء السيلز. يعني كل ما بتكبر كل ما العلاقات بتبقى مهمه جدا، وهو اللي مسؤول على انه يجيب كلاينتس جداد للبنك. في البلج براكت بانكس والبوتيك بانكس. بلج براكت ده زي سيتي بانك وباركليز كابيتال، البنوك الكبيره قوي اللي بتعمل اي بي اوز. مثلا لو فيسبوك هينزل البورصه مين هيعمل لها اي بي او؟ او في مصر مثلا نقدر نقول ان اي اف جي لو شركه كبيره قوي هتنزل البورصه، اي اف جي وسي اي وبلتون مثلا هيبقوا حتى بيعملوا سندكت، يعني بيبقوا مجتمعين في ان هم يطرحوا السهم ده في البورصه. في بوتيك بانك في الريجن اتش اس بي سي اكتف جدا في المنطقه هنا في الريجن في المينا ريجن. اي اف جي واي اتش اس بي سي اي ثينك من اكبر اثنين ريجنال بلايرز كبار. بالظبط. البوتيك الحاجات الصغيره، ومش بمعنى انها صغيره انها قليله، بالعكس خالص. البنوك البوتيك دلوقتي حتى تريندنج قوي في امريكا، they are very prestigious. هم بس بيشتغلوا على سايزز اصغر شويه، او بيشتغلوا على منطقه معينه. يعني انا اشتغلت في مكان في سياتل، فهو very regarded well regarded في الويست كوست بتاع امريكا. بيبقى عنده كونكشنز جامده جدا مع العائلات الكبيره في المكان ده والشركات الكبيره في المكان ده. والبوتيك من مميزاته انه الاناليست بيقدر يشوف البروسيس كلها، بمعنى ان انت ممكن وانت لسه اناليست تقابل الكلاينت. في البلج براكت وانت اناليست ممكن تبقى بس بتعمل برزنتيشنز. اجان البلج براكت ليه مميزاته، بس من الحاجات اللي مش مميزه في البوتيك عن البلج ان انت مش بتبقى بشغال في جزء واحد بس صغير مركز فيه في البلج، ولو انك في البوتيك ممكن تشوف البروسيس كلها، فالاكسبيرينس تبقى مور ريتش. ازاي الواحد يحضر
للاي بي والانترفيو بروسيس. الانترفيو بروسيسز بتاعت الاي بي من الحاجات الصعبه جدا. الواحد لازم يبقى جاهز تكنيكلي جدا جدا. في حاجه في ماتيريالز كتيره اونلاين، يعني لو كتبت prepare for اي بي، انا مثلا لقيت بي دي اف 30 صفحه قعدت اذاكر فيه قبل اي انترفيو، مع اني كنت ميجر فاينانس وعامله ماسترز في فاينانس، بس كان لازم ابقى جاهزه على الاسئله بتاعتهم بالذات. الاكاونتنج الاسئله البيزك قوي، ايه هم الفاينانشال ستيتمنتس، ازاي بيكونكتوا لبعض، لو حاجه لو الديبريشيشن زاد في الانكم ستيتمنت ماشيني فيها يمشي يبقى عامل ازاي في 3 ستيتمنتس، ايه هي الكاش فلو ستيتمنت بحتاجها في ايه، الحاجات دي مهمه جدا. الفاينانشال اناليسز الريشيوز، ببص على ايه الريشيوز المهمه. وطبعا الكومباني فالويشن اكسرسايز، ده اي حد هيحاول يروح يعمل انترفيو لازم يبقى مذاكره كويس قوي، وممكن لو احسن تعمله بايدك على اكسل. كومباني فالويشن ده لو انا بجيب شركه وبعمل لها فاينانشال بروجكشنز، بشوف هتبيع قد ايه السنين الجايه، وبشوف هما بياخدوا فلوس بقد ايه، وبديسكاونت، يعني لو حد هنا درس فاينانس يبقى فاهم انا بقول ايه، بيرجع بالفلوس دي كلها ويشوف يعني ثمن الشركه النهارده كام. دي برضو حاجه من الحاجات اللي لازم في الانفستمنت بانكينج قبل ما ابقى رايحه انترفيو ابقى عارفه ايه هي. ولازم يبقى عندي ريسيرش سكيلز، لانه زي البانكينج انت بتشتغل في اندستريز كتيره قوي، حتى لو البنك بتاعك متقسم بالاندستريز في ديفرنت فيرتيكلز في نفس الاندستري، فلازم يبقى الواحد عنده ريسيرش سكيلز، يدخل اونلاين يبص على وايت بيبرز، يبص على اندستري اناليسز او ريبورتس اوريدي موجوده، وفاينانشال موديلنج. الاكسل هو اهم حاجه البانكرز بيستخدموها، والانفستمنت بانكينج كمان عشان بيبقى عندهم شغل كتير قوي بيحتاجوا يبقوا شغالين عليه بسرعه، فبيحفظوا شورت كاتس للكيبورد، بمعنى كنترول سي كنترول فيو. دي حاجه من الحاجات المهمه مش بيسالوا عليها في الانترفيو، بس لو اداك كيس موديلنج هو هيبقى اكسبكت انك بتتحرك بسرعه قوي فيها. ممكن اسالك حاجه يا ندى؟ دي عشان دي حته مهمه اعتقد، ودي حاجه ما بتدرسش قوي في الجامعات ولا في الاندرجراديويت ولا في الماسترز ولا في اي حاجه، فايه هل عندك ريكومنديشنز ايه الناس ممكن تعمل ايه عشان تنمي القدرات بتاعه الاكسل بتاعتها؟ انا بيرسلي كنت بدور اونلاين، يعني لما بلاقي حاجه مثلا انا عايزه اخد اول 3 حروف من السله دي، بدخل اسال جوجل لو انا عايزه اخد اول 3 حروف من سله على اكسل اعمل ايه، فبيقوم كاتب لي الفورمولا. وفي كورسز اونلاين، يعني في فيديوز كتير على يوتيوب وكورس اونلاين، في فورمولاز مثلا، الحاجات ممكن اقول اسامي الحاجات الفورمولاز يعني اي ثينك ان احنا ممكن نأسيوم ان احنا بما ان معظم الناس يونيفرسيتي ستودنتس، فغالبا اللي بيحضر اوريدي دخل في ميجر، ولو في حاجه لو انا بقول كلام غلط يا جماعه بليز قولوا لنا، لو في حد مش دارس فاينانس او مش داخل في مجال الفاينانس بعرفهم، بس let's assume ان الناس بالنسبه كبيره عارفه الترمينولوجيز. يعني تمام، هي حاجات انا كان قصدي دي حاجات مهمه الواحد يبقى عارفها قبل ما يبتدي الشغل في الاكسل. محتاج يبقى عارف البيفت تيبلز وبيشتغل عليها ازاي، محتاج يبقى عارف حاجه اسمها في لوك اب فورمولا، وفي الانترفيوز يعني محدش هيقولك اعملها لي، بس هو هيسالك انت عارف الفي لوك اب، او لو سالك بتعرف تعمل ايه على اكسل، فانت بتقول انا بعرف اعمل بيفت وفي لوك ابس. دي من الحاجات المهمه يعني اللي انا فاكره ان الواحد ان انا كنت بستخدمها وانا اندر جراد كتير. باقي الحاجات اكتر اتعلمتها وانا بشتغل، اتعلمتها من زمايلي في الشغل، او كنت محتاجه اعمل حاجه فبسال والله الحاجه دي بتتعمل ازاي عشان اعرف اعملها. تمام، الاكزيت اوبورتيونيتيز بتاعت الانفستمنت بانكينج. الانفستمنت بانكينج من الحاجات اللي بتفتح الابواب مش بتقفلها، بمعنى انه تقريبا اي حاجه في الفاينانس ينفع الواحد يخرج من انفستمنت بانكينج عليها، وفي حاجات بتريكواير اكسبيرينس انفستمنت بانكينج، زي البرايفت اكويتي. الواحد بيشتغل في الانفستمنت بانكينج 2-3 سنين وبعدين يعمل ماسترز وبعدين يروح برايفت اكويتي. برايفت اكويتي دي لما يبقى فيه مستثمرين بيشتروا شركات يطوروها وبعدين يبيعوها، زي مثلا قلعه او كان اسمها ستادل في مصر. وممكن يشتغلوا في فينتشر كابيتال، دي لو مستثمرين بيستثمروا في ستارت اب. ممكن يشتغلوا في كوربريتس ان هم يروحوا يشتغلوا بعد كده فاينانس في شركات برضو. ممكن يشتغلوا في بانكينج عادي. الانفستمنت بانكينج من الحاجات اللي الناس بتحبها علشان فرص الخروج منها كتيره جدا.
بس اجان حاجه الانفستمنت بانكينج من عيوبه الورك لايف بالانس, انه احنا بنتكلم على اقل حاجه 60 ساعه في الاسبوع. 60 ساعه في الانسان العادي بيشتغل 40 ساعه في الاسبوع اللي هو 9 تو 5, فهو الاقل حاجه 60. عاده الشغل بيبقى من 60 ل 80, لو حد بيشتغل في بولز براكت زي اتش اس بي سي بيبقى الرينج من 80 ل 100 ساعه في الاسبوع. ممكن تدخلوا تقروا اونلاين الناس اللي بتشتغل في وول ستريت بتحكي حاجات اساطير عن ازاي بيروح الساعه 1 بالليل ويروح الشغل الساعه 7 الصبح يعني. بس دي اي ثينك نقطه مهمه جدا, الورك لايف بالانس فعلا في الانفستمنت بانك بيبقى صعب. لازم الواحد يبقى مستعد وجاهز ان هو يضحي بوقته الخاص عشان الكارير بتاعه عشان يبتدي يخش في المجال ده فعلا. ندخل بقى على الكوربريت فاينانس. دي الشغلة اللي بشتغلها دلوقتي هي حاجة مسلية جدا, عكس الحاجات اللي فاتت في ناحية انه ان انا مش ببص على اندستريز كتير, لا انا باخد اندستري واحدة وبدخل بقى العمق فيها. ايه الفاينانشال بلاننج اند اناليسز؟ اي شركه بتبقى محتاجه تيم يبقى موجود يقول احنا السنه الجايه هنبيع بقد ايه, هنصرف ايه, محتاجين ايه من البنوك, محتاجين نشغل. بنروح للتيمز نقول لهم انتوا عايزين تشغلوا كام واحد, طب هتجيبوهم امتى في السنه, طب هندفع لهم كام. فكل الفاينانشال بلاننج والاناليسز بيبقى في اندر اليونت دي. ومن اهم الحاجات اللي بتتعمل البادجيتنج, اللي هو احنا هنصرف كام السنة الجاية كل شهر, وبنعدي عليه كل شهر ونشوف احنا فعلا صرفنا اكتر صرفنا اقل. ايه الكارير بروجريشن بتاع الكوربريت فاينانس؟ واحد برضو بيبتدي انالست, دي حاجة من الحاجات الواحد ممكن يبتديها بعد ما يخلص جامعة ويلاقي شغل فيها. اجان الشركات الكبيرة بتبقى كومبتيتيف, الواحد لازم يبقى بيقدم كتير قوي, لازم يبقى بيحضر للانترفيو كويس قوي قوي علشان فرصة الانترفيو في حد ذاتها صعبة انها تيجي. فالكارير في كوربريت فاينانس الواحد بيقعد يكبر لغاية ما يبقى CFO او CEO, اللي هو يعني هو المسؤول اظن اسمها CFO, مش عارفة المدير المالي بالظبط, يبقى المدير المالي او المدير التنفيذي. موجودة في ايه؟ موجودة في كل, زي ما قلت لكم زي ما احمد قال, موجودة بيبسي P&G, موجودة في شركات بترول, موجودة في الجامعة يعني الجامعات في المدارس, اي بزنس بيجيب فلوس. وفي حتى في NGOs اللي هي هدفها غير ربح فيها financial planning and analysis. انا اسفة انا عندي هنا تايبو, بس ازاي الواحد بيذاكر للكوربريت فاينانس مش للIB؟ بنذكر لها لازم برضو accounting, بس هنا accounting بيبتدي يبقى مهم شوية. يعني انت بتاع finance بس لازم يبقى عندك knowledge في accounting كويسة قوي. financial analysis تاني, cash flow management دي حاجة مهمة. انا عارفة في الجامعة cash flow statement دي بتتكروت, لا تذكر وهي مهمة قوي وبتتسأل عليها في الانترفيوز بتاعت الكوربريت فاينانس كتير. الديسيجن ميكنج, بمعنى بقى تمام انا بصيت على الارقام بس انا محتاجة اعمل حاجة بالارقام دي. ان انا ادي توصية انه الارقام دي انا محتاج اروح للمانجر تقول لهم الحقوا ده الريشيو الفلانية الشهر ده نزلت تحت الرقم الفلاني, لازم نعمل كذا كذا عشان نعليها. يعني ممكن يكون الاناليست مش هو اللي هياخد القرار, عادة هيبقى very higher up the director او CFO, بس ان الاناليست يبقى عينه واعيه لكل حاجه بتحصل. دي حاجه مهمه جدا. الحاجات الجديده والموديلنج طبعا اكسل والفاينانشال موديلنج. الحاجات الجديده المهمه قوي في الكوربريت فاينانس SQL او الداتا بيز نوليدج, ان الواحد يبقى عارف داتا بيز. دي حاجه مهمه قوي. انا من ساعه ما اشتغلت في كوربريت فاينانس وانا تقريبا بقضي وقت كتير قوي على اكسل, على SQL تقريبا زي الوقت اللي بقضيه على اكسل والله. هو okay. بقى مهم جدا. ليه هو مهم؟ الداتا بقت لاي شركه دلوقتي كبيره قوي اكسل خلاص اكبر من اكسل. اوكي اكسل ما بيفتحش. يعني انا عندي اكسل بتاخد مثلا دقيقه على الساعه انا مستنيها تفتح وبتقعد تعلق. فSQL بقى حاجة مهمة جدا وبيسألوا عليها في الانترفيوز. انت يعني ما شفتش حد بيدي كيس SQL بس بيسألك انت عارف SQL؟ فدي حاجة مهمة قوي
ان الواحد فيري انترستينج فيري انترستينج. دي نقطه مهمه جدا يا جماعه، عشان ده يعني ندى بتدينا التطور بتاع يعني اللي انا عارفه صراحه اكسل، بس ان بعد الفاينانس الكوربريت فاينانس داخلين في الاس كيو ال عشان حجم الداتا مش جاي، يعني الاكسل مش جايبه حجم الداتا، فدي ده يعني حاجه مهمه جدا، واعتقد يعني بينطبق الى هي فكره البيج داتا دلوقتي، البيج داتا بقت في كل حته. بس بليز كونتينيو يا ندى. شو انترستينج again انا I already covered الانترفيو بيمشي ازاي في الكوربريت فاينانس، بس again لو انت بتعمل انترفيو مثلا في بيبسي فلازم تبقى عارف هم ازاي بيتعاملوا مع الباتلنج كومبانيز، ازاي بينقلوا الباودر بتاعهم، ان هم بينقلوا باودر مش بينقلوا الازايز، او هم لازم تبقى عارف كويس قوي هم بيبيعوا ايه، بيبيعوا لمين، لو عايزين يطوروا حاجه في البيزنس الكومبيتيتورز بتاعهم مين، لو هي شركه موجوده في البورصه في حاجه اسمها ال 10K ريبورت، او يعني الريبورت اللي بيقدموه كل سنه للبورصه اللي بيبقى فيه الفاينانشال ستيتمنتس بتاعتهم والخطط بتاعتهم، لازم تبقى قاري الكلام ده كله كويس. دي كلها حاجات من مهمه قوي للانترفيو. الاكزيت اوبورتيونيتيز بتاعت الكوربريت يا اما بيروح شركه ثانيه، لما بيبقى عندهم اوبريشنال نوليدج كبيره، في منهم بيشتغلوا في برايفت اكويتيز وفينتشر كابيتالز، وفي تيمز ثانيه جوه البنك غير فانشال، في جوه الشركه غير فانشال بلاننج اند اسس، في تيم اسمه كوربريت ديفلوبمنت، وفي انفستور ريليشنز، دول اللي بيتعاملوا مع المستثمرين اللي بيطلعوا لهم الريبورتس او بيجيبوا مستثمرين جداد. والكوربريت ديفلوبمنت ده لو الشركه دي كبيره قوي وعايزه تستحوذ شركات تانية صغيره، فدي برضو من التيمز اللي الواحد يقدر يتحرك فيها جوه الشركه. تمام، انا احب ازود نقطتين هنا ندى. انا على فكره انا الكارير بتاعي قبل ما ابقى مع لوكلايز، انا اشتغلت 15 سنه في لارج مالتي ناشونالز، واحده منهم اتشي كانت بيبسي، كنت بتعامل كتير مع الفاينانشال بلاننج تيمز، بالذات في لما كنا بشتغل في التصدير، فلما كان في بنخطط نخش بلد جديده ففي شغل كتير قوي بيحصل مع الفاينانشال بلاننج تيمز عشان نظبط البرايسنج ونظبط الكوست عامل ازاي والشيبنج كوست، كان في حاجات كتير جدا. ف اي ثينك جزء انا عايز اهامر ان على حته ان الفاينانشال بلاننج لازم تبقى عارف الشركه ومجال الشركه كويس جدا جدا جدا، عشان لما تيجي تتكلم مع حد في البيزنس تعرف تتكلم معاه. يعني انا راجل كنت ماسك التصدير، فانا عندي عملاء وعندي زباين وبتعامل مع السبلاي تشين وبتعامل مع البنوك، فانا لما هيجي اتكلم مع حد في البلاننج لو مش فاهم الكلام اللي انا او مش مدرك بالاوبريشن بتاعتي كلها هخلي الدسكشن صعبه جدا. فهي فعلا مهمه جدا، وبتدي نظره مختلفه، ان انت لما تبقى فاهم الفاينانشلز وفاهم البيزنس فعلا بتبقى فيري سترونجلي بوزيشن، ان انت تقدر تساعد البيزنس بطريقه كويسه. والحته الثانيه اللي عايز اقولها ان مهمه جدا في الفاينانس، ودي حاجه انا شفتها كتير جدا، ان انا اشتغلت في تيليكوم، اشتغلت في FMCG، تو ديفرنت FMCG كومبانيز، الفاينانس بيتنقل من شركه لشركه ريجاردليس اوف ذا اندستري بسهوله شديده. انا ممكن ابقى شغال في فود اند بيفرج وانط واروح اشتغل في الاويل اند جاس، اللي اشتغل في السيلز مش هيقدر يعمل كده، انا ببيع فود اند بيفرج غير بيعه الاويل اند جاس، اللي بيشتغل في البرودكشن ده حاجه وده حاجه تانية خالص. ففعلا الفاينانس من المجالات اللي بتدي اوبورتيونيتيز كبيره جدا ان الناس تتنطط وتموف بحريه اكتر من مجالات تانية يعني في الشركات. فانا بس حبيت ازود النقطتين دول برضو على البوينت بتاعتك. فعلا I can't agree more يعني مع حاجه زي كده. اهم حاجه زي ما انت ما قلت ان الواحد يبقى عارف الشركه بتشتغل في ايه، يعني انت تقدر تتنطط بين الشركات بس تبقى عندك open mind انك تفهم البيزنس موديل بتاع الشركه الثانيه عامل ازاي وازاي اقدر اساعدهم، ويعني وايه بيودي فين، يعني ايه بيجيب فلوس وبنصرف فلوس في ايه. دي حاجه مهمه جدا. انا تفضل، احنا قدامنا المفروض 10 دقايق، فانا عايز بيرفكت هيل. فاحنا عندنا اوريدي فيو كويستشنز موجودين،
واكتشو هم اكترهم على السي اف اي شكلها. فخلينا اسال عمرو جمال بيسال سؤال بيقول how much technology is needed nowadays in finance like python and data analysis. انت you touched on النقطه ديت في حته الاس كيو ال اي جس, بس please talk to us a little bit more about it. I personally didn't use Python. يعني أنا تعلمت شوية Python لوحدي عشان كنت عايزة أتعلمه, ما استخدمتهوش في الشغل, بس بشوف إن في شركات زي مثلا Amazon بيبقوا كاتبين في الجوب ديسكريبشن إحنا عايزين SQL أو Python أو الاتنين حسب الشغلانة. فهي حاجة مفيدة إن الواحد يتعلمها حتى لو مش عشان الفاينانس, هو العالم كله رايح في ناحية إن الحاجات تبقى towards tech. هي حاجة مفيدة ان الواحد يبقى عارفها جنرالي, يعني بتفتح الدماغ, بتساعدك تفكر. ممكن حتى لو الشركة بتاعتك مش بتشتغل بتستخدمه, انت ممكن تستخدمه وتعمل لهم حاجة cool. لكن هي يعني it is going data analysis والتعامل مع البيج داتا is becoming very important ان ما كانش requirement يعني. طب خليني اسألك اكتر على حتة الـ CFA عشان دي حتة اثارت انترست كتير جدا. انت عملتي undergraduate finance بعدين قررتي انا محتاجة اعمل اكتر فعملتي a master's degree in finance بعدين قررتي اوكي عايز اعمل CFA وعملتي CFA level 1. فخليني ده السؤال, ده اول سؤال موجود عندنا من محمد مجدي بيقول هل الـ CFA level 1 هل ده كافي ولا لا؟ وخليني ازود شويه على السؤال واسالك انت ايه اللي يعني بعد ما عملتي الاندرجراد ليه قررتي انك تطوري وتعملي ماسترز ديجري؟ ليه القرار دوت انت شفتيه مهم؟ وثينكينج باك هل ده كان فعلا هل انت كنت محتاجه تعملي ماسترز ديجري ولا كان اناف ان انت تاخدي الريل لايف اكسبيرينس؟ هو انا عايزه اقول حاجه. اولا ان الواحد يعني بعد الاندرجراد الواحد مش بيدخل على طول يعمل ماسترز, دي حاجه غلط ومش مفيده وبتخلي الشخص يعني صعب قوي يلاقي حاجه في سوق العمل لانه بيبقى عنده education كتير قوي وما عندوش experience خالص, فالشركه بتبقى مش عارفه تحطه entry level ولا تحطه senior شويه. فدايما اي حد حتى لو انت عايز تعمل ماسترز لازم تشتغل الاول شويه بعد الاندرجراد وبعد كده تعمل ماسترز. ليه انا قررت اعمل ماسترز؟ في اسباب بيرسونال, انا كنت يعني محتاجه اموف لبلد جديده وده كان طريقه كويسه ان انا اذاكر, ان انا استخدم الوقت ده يعني وانا بنقل ان انا ابقى بذاكر في البلد دي. ولكن انا كده كنت عايزه اعمل ماسترز لاسباب المور بروفيشنال. انا بحب المذاكره, بحب اتعلم اكتر, فدي كانت حاجه مفيده يعني الواحد مهم يتعلمها. ولكن يا ترى هي requirement في السوق ولا لأ؟ في بعض الفيلز بتحتاجها, بمعنى مثلا البرايفت equity بيفضلوا الواحد يكون عنده experience وبعدين أخد masters وبعدين عملها. في الكونسلتنسي مثلا بعد وقت معين من الحياة مش requirement, يعني في ناس تدخل consultancy من أول ما بتتخرج, بس برضو at some point انهم يعملوا MBA في جامعة كويسة دي بتبقى حاجة push ليهم. فأجان هي مش requirement. ليه أنا عملت CFA؟ CFA requirement في fields معينة, بمعنى في asset management والportfolio management هي requirement. ولكن حد كان بيسأل CFA level 1 كفاية ولا لا؟ ما هي CFA بتاخد مثلا من 3-5 سنين عشان تخلص, فطبيعي لو أنت لحد لسه متخرج هيبقى معك level 1, بس يعني no one can expect more than this from you. لما تدخل الشغل حسب الشركة, في شركات بتexpect أنك تخلصها, بمعنى أنه هو بيشجعوك تخلصها, بيدوك اجازه الاسبوع بتاع الامتحان, بيقعدوا يقول لك لا لازم تخلصها, يعني مديرك بيبوش عليها. في يعني في مصر انا عارفه انها مهمه في الانفستمنت بانكينج, لكن بره في باقي العالم هي ما كانتش, يعني في امريكا هي ما كانتش مهمه خالص غير للاسيت مانجرز. ولكن هي حاجه very well regarded, بمعنى ان انا ذاكرت السي اف اي وعدتها, دي معناها انه انا بني ادم بعرف اقعد لوحدي على الكتاب, بعرف اظبط وقتي, بعرف اقعد في امتحان 6 ساعات احل ارقام, اكرنش ارقام طول 6 ساعات. فعشان كده هي صعبه جدا. نسبه النجاح في ليفل 1 اظن 45% او 40% من اللي بيدخلوا الامتحان بينجحوا.
فعشان كده هي ريسبكتد قوي وكمان في العالم كله. يعني انا مثلا ممكن اقول انا في من اي يو سي في امريكا, دي حاجه مش يعني انت من اي يو سي اهلا وسهلا يعني, دي مش حاجه هم عارفين ايه دي, انما سي اف اي في اي حته هي معروفه ايه دي, ف that's why هي مفيده. فهي زي it's a stamp, يعني ختم ان انا وصلت لمستوى معين من من التعليم بتاعي. بالظبط. طيب في سؤال very interesting من an anonymous attendee بيقول which fields are easier to enter for freshers, fresh graduates with no advanced certificate, يعني ايه المجالات من كل المجالات اللي احنا اتكلمنا عليها ايه منهم اسهل حاجة ان الواحد يبتدي بيها كواحد حديث التخرج من الجامعة؟ أظن أسهل حاجة الحاجات اللي بيبقى فيها فرص كتيرة وبتريكواير تريننج أقل والانترفيو ساعتها أسهل, الريتيل بانكينج دي من أسهل الحاجات, لكن الكوربريت بانكينج والإنفستمنت بانكينج والكوربريت فاينانس كلهم ممكن حد فريش جراد يشتغل فيهم عادي جدا, يعني كلهم بياخدوا فريش جرادز. أجن التقديم الكتير مهم قوي والكوميونيكيشن مع الإمبلوير, يعني إن الواحد يكونكت مع الإمبلويرز ويحضر حاجات كتيرة دي حاجة مهمة قوي. طب في سؤال تاني برضو بيتكلم عن انا دي انا حاجات دي ترمينولوجيز انا مش عارفها صراحه, فهوب في انت تعرفيها. دي نو اباوت السي اف اي انفستمنت فاونديشنز بروجرام, تعرفي حاجه, تعرفي عن حاجه زي كده, وهل هي فاليود يعني هل هي كويسه؟ ما خدتيهاش. انا مش عارفه ايه ده, مش عارفه ايه ده. لو هو انونيمس هي المشكله ان هو من انونيمس اتندي فمش واضح. بس طب عارف احمد السقط بيتكلم على حاجه اسمها FMVA, هل انت عارفه ال FMVA ده ايه؟ لا برضو. اوكي, فاحمد لو تقدر توضح اكتر شويه FMVA ده ملخص لايه, ممكن نقدر ندى تقدر تساعدك احسن شويه. طب خليني اسالك, احنا اتكلمنا على الاوبورتونيتيز الكتيرة اللي احنا ممكن نشتغل, هي فرص كتيرة في المجال ما بين الفاينانس, وكلمتي معانا عن ان السهولة ان واحد يتنطط ما بين الفاينانس ما بين مجالات الفاينانس. حاجة من الاسئلة اللي دايما بتطرح نفسها بالنسبة لي لما بتكلم مع طلبة هو انا اشتغل او بعد ما اتخرج, وانت good source for this, انت اشتغلتي في كذا حاجة وعملتي internships, هل انا ادور على شغلانة في شركة كبيرة ولا أدور الأول على شغلانة في شركة صغيرة؟ فهل أنا أفوكس يعني شركة كبيرة تديني فوكس على سكشن معينة, الشركات الأصغر بتاخد مور برود يعني بتتعلم كذا حاجة في البروسس, هل عندك أنت وجهة نظر عن أنا كواحد متخرج جديد أنهي اتجاه أنسب لي؟ والله انا لما كنت متخرجه كنت بقدم على كل حاجه وبعد كده بشوف الاوفرز اللي جايه ابص عليها, يعني زي ما انت ما قلت ده ليه مميزاته ده ليه مميزاته. في ناس بتحب اكتر, يعني في ناس تفكيرها مثلا ستراكتشرد قوي منظم, بتحب تشتغل في مكان نبقى احنا عارفين كل بروسيس ماشيه فيه ازاي, فده اكيد شخص هيروح لبيج كوربريتس يعني مش هينبسط حاجه سمول. مثلا انا دلوقتي شغاله في ستارت اب, ف طول الوقت احنا بنطور في البروسيس, احنا لسه يعني ما فيش حاجه احنا بنقول هي دي بتتعمل كده ولازم نعملها كده, او الشخص الفلاني بيشتغل ان هو بيعمل من النقطة الفلانية للنقطة الفلانية وبس, لا يعني هي أكتر اللي عنده حاجة بيعملها وبتشتغل على مع كذا تيم, يعني بتلبس كذا هات طول الوقت. فلو حد بيحب أكتر يعني بيحب أكتر إنه يبقى في مكان كرياتيف أكتر, إنه عايز يطور في الحاجات بتحصل إزاي أو كده, طبعا ستارت ابس او شركات صغيره دي هتبقى مميزه لي اكتر. نوت ذات ان في البيج كوربريتس يعني الموظفين في البيج كوربريتس دايما بيبقوا بيتشجعوا ان هم ياخدوا انيشيتيفز ويعملوا حاجات تطور, بس اجان الموضوع في الاخر بيبقى منظم اكتر بكتير من اللي في ستارت اب يعني. اوكي, جود تو نو. هو احمد السقا كان بيتكلم على اللي هي الاف ام في اي دي, شكلها انترستنج, سي اف اي انستتيوشنز, شهادة محلل مالي
معتمدة من الـ CFA institutions، فدي واضح إنها ممكن تبقى زي الـ CFA، ممكن تبقى حاجة أصغر شوية. فدي actually very interesting إن اللي مهتم يخش في المجال دوت ممكن دي تبقى option أخف شوية من الـ CFA. أعتقد يا أحمد لو حاجة زي كده موجودة أعتقد إن هتختلف من شركة لشركة، هم بيعترفوا بالشهادة ديت ولا لأ. بس اكيد فور شور يعني لو هخش في البروسيس اللي انا ابتديها وفي شركه معينه في دماغي انا حاططها كهدف مثلا، اعتقد ان احنا نتواصل الاول مع الشركه نسال لو الشهاده ديت فعلا يعني هيعترفوا بيها ولا لا. وعلي جابر اعتقد برضو كان بيتكلم على السؤال الثاني برضو نفس الحاجة، هي واضح انها شهادة CFA level بتتعمل في 20 كتاب 20 chapter، فده الكلام ده محطوط على اظن باللي مكتوب ده هي زي تحضير يعني حد بيذكر لك لامتحان CFA. طبعا دي حاجة يعني لو حد CFA معقولة ان الواحد يذكرها لوحده، بس لو في حاجة تقدر تساعدك تذكرها اكيد يعني اكيد طبعا. عنيفة يعني هي بروتال قوي امتحانات السي اف ايه، فلو في حاجة تقدر تجهزك للمذاكرة اكيد جو اهيد ويز ات. طب ندى انا هسألك اخر سؤال، احنا دلوقتي الساعة 6 فاحنا في توقيت مصر يعني فاحنا تقريبا اون تايم، بس انا في حاجة انترستنج عايز اسألك عليها. انت درستي في مصر، درستي ثانوية عامة ورحتي جامعة في مصر، بعد كده قدرت ان انت تسافري امريكا وتذاكري هناك وتشتغلي وظيفه هناك. ده باثوي او يعني ده كارير دايركشن ناس كتير ممكن تبقى انترستد فيه بس مش عارفه ازاي تعمل حاجه زي كده. فهل البروسيس ده كان سهل وهل تقدري تو فاينلايز تدينا جست ايديا انت ازاي عرفتي تعملي حاجه زي كده؟ شور أجان إن الواحد يشتغل في البزنس في أمريكا مش من أسهل الحاجات، طبعا حاجة ممكنة مش من أسهل الحاجات، مش عشان إحنا مش شاطرين ولا أي حاجة، بالعكس يعني بالعكس خالص التعليم بتاعنا كويس، ولو إحنا بنذاكر لوحدنا بنبقى شاطرين جدا وبننطلق مع أي كولتشر. الموضوع صعب عشان الورك بيرميتس الورق تصريح العمل، صاحب العمل هيسبونسر حد ولا لا، وهي المشكله في انه هنا في امريكا انه لازم اقول الشخص ده مفيش منه في امريكا تاني، يعني لازم يقولوا للحكومه كده البزنس الشخص ده مفيش منه تاني في امريكا، فانا كان لازم اخده ما اخدتش حد امريكاني. علشان كده الموضوع ده صعب. انا كنت لاكي انه بطريقه بيرسونال انا عرفت اخد تصريح العمل هنا، ولكن لو لحد مهتم انه يعمل نفس الباث ممكن من احسن الطرق انه يجي يعمل ماجستير هنا في جامعة. تقديم على الجامعات بيبقى معاده بدري شوية وبيحتاجوا يذاكروا حاجة اسمها جي مات او جي ار اي لمعظم الجامعات، بيدوروا جامعة لو فيها زي مساعدة مالية او منح مالية من الجامعة انها تساعد في المصاريف، لان مصاريف الجامعة في امريكا مكلفة جدا. يعني أنا قدمت على حاجات من دي، ودي أحسن طريقة. حتى لو الواحد يعني دايما الواحد يسافر يتعلم دي حاجة مفيدة قوي، حتى لو هيرجع نفس بلده أو هيروح بلد تالتة خالص هي حاجة مفيدة جدا. بس again I can't repeat enough إن الواحد يعملها بعد وقت معين في الكارير بتاعه مش أول ما يتخرج من الجامعة. وخليني احب ازود ان احنا الفاينانس اندستري عامه في الشرق الاوسط في المينا ريجن في الديفلوبينج فيري سترونج، فعلا في اوبورتونيتيز كتيره جدا اكشلي. يعني احنا ممكن نقول من ناحيه الانفستمنت بانكينج الريت بيزيد وبيكبر اكتر من في امريكا وفي يوروب وكده. فديفنتلي اللي حابب يخش في مجال الفاينانس وفي الانفستمنت بانكينج الفرص كتيره قوي دلوقتي، بالظبط فرص كتيره جدا وكبيره جدا وكل الشركات محتاجه فاينانس بالظبط. وبكده ندى شكرا جدا جدا لوقتك، يعني كانت حوار فيري انترستينج بالنسبه لي. اي هوب ان الحاضرين معانا استفادوا من الدسكشنز.
في شانل محطوطة في الايفنت بيج بتاعت Localized. لو في أي أسئلة خطرت في دماغكم وعايزين تسألوا ندى عليها، بليز خشوا على الشانل ديت وسألوها على الشات، واحنا وانا ممكن افولو اب مع ندى بعد كده تو ميك شور ان احنا نادرس كل الاسئله اللي عندكم. ندى شكرا جدا لوقتك، وشكرا جميعا لحضوركم معانا النهارده. ميرسي. باي باي. باي باي.